السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا محتاج إن أنا أحدد عناصر متشابهة، على سبيل المثال عايز أحدد كل الصاج اللي شبه الصاج دوت، بدوس على الصاج ده كليك يمين واختار سيلكت اول انستانس، بيحدد لي الصاج دوت وأي صاج تاني متشابه معاه ليه نفس الخصائص بتاعته. تمام، يعني لو اخترت الصاج دوت ودوست كليك يمين وقلت له سيلكت اول انستانس، خلاص هجيب لي الصاج ده وأي صاج فيه نفس الخصائص بتاعته. برضه لما اجي هنا واعلم على اير تيرمينال معينه واقول له سيلكت اول انستانسز، خلاص حدد لي كل الصاج، كل اسف اير تيرمينال المتشابهه مع اول واحده انا حددتها، وده بيسهل كتير في ان انا احدد العناصر اللي انا عايز اشتغل عليها.